احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لقاء فكريا حول دور الأديان في تعزيز الأمن والاستقرار والرفاهية. اللقاء شكل مناسبة للتلاقي وتبادل الأفكار بين المشاركين حول جملة من المواضيع الدينية في علاقتها بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة. محمد الشهب، محمد نصيري، ونور الدين بربح. في محيط متغير تتجاذبه التيارات الدينية والنعرات المذهبية، أضحى الأمن مهددا وصار الاستقرار صعبا. إشكالية حول المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى منظمة التعاون الإسلامي مقاربتها مع طلبة وأساتذة جامعة محمد الخامس بالرباط. الندوة الخاصة بحوار حول الأديان والتي تبين كيفية التعايش وكيفية التفاهم بين كافة الأديان وكيفية التوافق بين جميع الشعوب، لأن لا فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي. هذا الحوار يشكل فعلا فرصة أساسية لمعرفة الأسس التي والمرتكزات التي ذهب فيها المغرب في هذا الاتجاه. المشاركون في هذه الندوة أثنوا على التجربة الناجحة للمغرب في مجال الحوار بين الأديان بفضل مقارباته الدينية والاقتصادية والسياسية المنفتحة. نعلم أن للمغرب باع طويل في مجال التعايش مع أصحاب الديانات المختلفة كالجالية اليهودية مثلا. دستورنا المغربي يشير إلى تشبت المغرب بالهوية الإسلامية، ولكن بالهوية الإفريقية وروافدها الأندلسية والعبرية والحسانية، وبالمقابل فإنه الشعب المغربي شعب متفتح على الحوار، متفتح على عدم نبذ الآخر. وفي ختام هذه الندوة أجمع المشاركون على أن الحوار الحقيقي بين الأديان يتجسد في نسبية الحقيقة لا إطلاقها، وفي تعدد جوانب هذه الحقيقة لا أحاديتها، وفي الحق في الاختلاف.